اولا الراي الخاص بالفريق الاممي للاعتقال تاع السوفي هو راي يتجاوز كل الاعراف الحقوقيه المتعارف عليها دوليا واللي كتحترم شموليه وكونيه حقوق الانسان. التقرير او الراي يعني بالمجمل التقارير او الاراء اللي كتعطى من طرف اجهزه حقوقيه ولا جهات حقوقيه هي تقارير كتكون عاده يعني ملمه بالقضايا اللي كتناولها، فهذا الراي هذا قطعا لم يكن ما كانش يعني راي منصف او لا راي عادل، لانه كان فيه ربما بالنسبه للمدافعين على المتهم وانصاف وانتصار مزيف للبراءه ديالو. فكان من المتوقع جدا انه، وانا كنت كنتظر هذا الشيء بحكم تجارب اخرى، بحكم يعني قضايا اخرى، وكيفاش انه نفس الاشخاص ونفس المصادر اللي كيتم الاعتماد عليها من اجل صياغه تقارير معينه او اراء معينه. هذه سياسه ديال المدافعين على المتهم او الجاني من الاول، يعني كانت هذه هي المنهجيه ديالهم، انه ربما ما يعني ما رضوش انه يكون عندهم مغتصب في العائله، فلجؤوا لهذه القضيه ديال انهم يدافعوا على المغتصب، واي شخص كيدافع على المغتصب فهو مغتصب. فما تقبلوش ان الحقيقه هي ان المتهم جاني، فقاموا بهذه المساله هذه ديال اللجوء الى افعال و يعني اشياء اللي يعني ليست إنسانية، واللجوء إلى أشياء من قبيل الابتزاز، تشهير، الترهيب النفسي إلى ما ذلك، ولم يفلحوا. هذه بالنسبة لهم كيف ما قلت انتصارات مزيفة، لأن القضاء قال الكلمة ديالو، والقضاء قال بأن المتهم جاني في الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. دونك أنا كنعتبر أنني القضاء انصفني، وهما لأنهم كيف ما قلت ما قدروش أنهم ينتزعوا البراءة ديالو، فهما قلبوا على البراءة ديالو في جهات أخرى.